بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على ألسنتنا والهمنا العمل به، اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى، اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم ويا حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الاسبوعي ناقص واحد. حلقة اليوم إن شاء الله تكون تكملة لما بدأناه في حلقتين سابقتين بعنوان التخسيس حياة. هذا هو الجزء الثالث من هذا العنوان، التخسيس حياة. أعتقد في الحلقتين السابقتين اللي متابع معانا البرنامج أو حتى اللي بيشوفنا الأول مرة اتفقنا خلاص أن فعلا التخسيس قد يكون فعلا يساوي الحياة بمعنى الكلمة، واتفقنا سويا أيضا أن الحياة ليست مجرد أيام بنحياها وبنعيشها فقط، ولكن طعم الحياة ذاته، وهي دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. وخلق الطب لهذه المهمة الصعبة جدا، هو طعم الحياة، أن تكون الحياة صحية. والحمد لله رب العالمين نتمتع بها، وسأل سبحانه وتعالى أن يمتعكم دائما بالصحة والعافية. يختلف الوضع تماما لو فقدنا طعم الحياة. وشفنا حالات كتيرة مع بعض، وشفنا ازاي ان احنا نقدر فعلا نخسس 50 كيلو، وازاي نقدر نخسس 28 كيلو و 17 كيلو. شفنا الحالات دي مع بعض في الحلقتين السابقتين، واتفقنا مع بعض في الحلقة آخر ختام الحلقة السابقة ان احنا هنشوف ازاي من الممكن ان السمنة تأثر فعلا على الحياة، يعني بصرف النظر بقى عن الحالات اللي احنا شفناها، وان هو يعني رغم ان كان في حاله منهم مثلا كان عندها ازمه صدريه رب وشعبي، والحمد لله قدرنا ان احنا نتغلب من هذه النقطه مع التخسيس. شفنا حاله كان فيها اكتئاب وصداع دائم، والحمد لله برضو ايضا قدرنا ان احنا نلغي الشكوى ديت والمرض ده تماما. ولكن انا عايز اوضح لحضراتكم كثير من الامراض مرتبطه ارتباط وثيق بالسمنه وزياده الوزن، وأمراض تؤثر على الحياة وطعم الحياة. حتى نثبت لحضراتكم وأؤكد وأزيد التأكيد على أن التخسيس حياة، ولكن وده شرطي الأساسي مع حضراتكم أن يكون التخسيس طبيا وليس عشوائيا وليس تجاريا وليس وهميا زي ما ذكرنا في الحلقتين السابقتين، وذكرت ليكم كتير من الأشكال، وما زالت الأشكال كثيرة جدا من التخسيس الوهمي والتخسيس التجاري والتخسيس العشوائي إلى آخره، اللي يديني للأسف مساوئ طبية أكتر، فما يسويش حياة في الحالة في الحياة دي. لكن التخسيس يساوي الحياة فعلا إن كان تخسيس طبي على يد طبيب متخصص، وزي ما اتفقنا أن ربك سبحانه وتعالى خلق الطب لهذه الوظيفة وللحفاظ على النفس البشرية وحتى يعطيك طعم الحياة كما خلقها الله سبحانه وتعالى. سؤال مهم قوي قوي هبدأ بيه فعاليات حلقة اليوم ونفكر فيه مع بعض، وما تتسرعش قوي يعني قبل ما تجاوب ما تتسرعش قوي، فكر الأول في السؤال كده. هل من الممكن أن يكون التخسيس ركن هام في علاج مرض ما؟ هل من الممكن أن يكون التخسيس أو تخفيض الوزن ركن هام وأساسي في علاج مرض ما؟ ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه في سياق الحلقة دي، وده السؤال اللي انا عايز حضراتكم تفكروا فيه كويس جدا. هل فعلا من الممكن ان التخسيس او تنزيل الوزن يكون ركن اساسي في بعض الامراض، في علاج بعض الامراض؟ انا مش هجاوب وحضرتك مش هتجاوب، وخلينا نخلي منظمة الصحة العالمية World Health Organization WHO اكبر منظمة عالمية مسؤولة عن الصحة وعن الطب على مستوى العالم، هي اللي هترد على هذا السؤال، وهترد عليه بإحصائيات ودراسات ومقولة جميلة جدا جدا خرجت بعد أبحاث كثيرة ودراسات كثيرة ونتاج سنين من الأبحاث والدراسات. The obesity is the motherboard of all disease، دي الجملة اللي قالتها منظمة الصحة العالمية. يعني إيه؟ السمنة بوتقة كل الأمراض. شفت الإجابة عاملة إزاي؟ The obesity is the motherboard of all disease، السمنة بوتقة كل الأمراض. يعني من السمنة دي ممكن يخرج منها تقريبا كل الأمراض حسب مقولة منظمة الصحة العالمية. طب ما تيجي مع بعض كده نلمس سويا ازاي فعلا ممكن السمنة تأثر على مرض ما.
وهتستخدم يعني خلينا نجيب ايه بقى زي ما اتفقنا قبل كده مع بعض وتحدثنا كثيرا، موضة الأمراض موضة العصر في الأمراض الأيام دي هي العظام، صح؟ مجرد ما تفتح بس التلفزيون تلاقي كورسات وكريمات و و و و و إلى آخره من الحاجات اللي يعني من المفترض ان احنا نلغي تخصص العظام بعد الموجة الإعلامية الضخمة اللي معمولة على الشاشات وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. العظام هي موضة العصر. طب وإيه تاني؟ تأخر الإنجاب. أيضا تأخر الإنجاب يعتبر موضة العصر، أو للأسف هو حقيقة ملموس جدا جدا الأيام دي. فأنا عايز المرضين دول، وإن سعنا الوقت هيبقى دهون الكبد، ولكن خلينا بس المرضين دولت، عايز أشوف العلاقة ما بين زيادة الوزن وهذه الأمراض، وبرضو أشوف هل يا ترى لو أنا فعلا نزلت الوزن هيكون في نتيجة لعلاج هذه الأمراض. العظام وأمراضها الكثيرة جدا جدا والمختلفة جدا، بداية من ألام أسفل الظهر، ألام الفقرات، ضغط الفقرات، الانزلاق الغضروفي، خشونة الركبتين، عرق النسا، إلى آخره من كل الأمراض العظام بتكون مرتبطة ارتباط وثيق بزيادة الوزن. والدراسات اتعملت وأثبتت أن زيادة الوزن تؤثر تأثير واضح وسريع في كل أمراض العظام التي من الممكن أن يشكو منها الجسم البشري. كل أمراض العظام، تخيل، يعني حتى العمود الفقري. طبعا حتى العمود الفقري ده هو ده اللي شاهي للجسم، بس كتير جدا يقول لك طب العمود الفقري ماله ومال زيادة الوزن؟ مال إيه اللي شاهي للجسم حضرتك؟ إيه اللي مقيم الوزن الجسم حضرتك؟ ما هو العمود الفقري، وبالتالي الفقرات هتتأثر بزيادة الوزن وبالضغط عليها من الوزن الزائد. أما الركبتين فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج بمعنى الكلمة. الركبتين وخشونة الركبتين من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة بتتأثر تأثر جامد جدا 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 بزيادة الوزن. كتير جدا من حضراتكم اللي بيعاني من أي آلام في العظام أو أي مشاكل في العظام أو العمود الفقري أو الركبتين، مجرد ما بيروح لدكتور العظام أول نصيحة طبية أو أول توصية طبية بيطلبها دكتور العظام هي تنزيل الوزن الزائد. إحنا نبتدي ننزل الوزن الأول، ده الطب المحترم، ده الطب العالمي. أول ما هتروح لدكتور عظام لو شاف إن في زيادة حتى لو 5 كيلو هيطلب من حضرتك إن أنت تنزل 5 كيلو الزيادين دولت، لأن 5 كيلو دول مؤثرين على العظام وعلى الجسم ككل. وكتير جداً يعني من الممكن ان تنزيل الوزن وتظبيط الوزن والتخلص من الوزن الزائد يقي الشخص من الدخول في عمليات جراحيه. ايه ده، معقوله للدرجه دي؟ معقوله للدرجه دي؟ من الممكن مع العلاج او الخطه الطبيه العلاجيه السليمه والصحيحه ونستخدم معاها اليات الطب البديل، هتعفو المريض من ان هو يدخل في عمليات، يدخل في اجراء عمليه، وعمليه صعبه مش سهله، عملية صعبة مش سهلة. طب ده أنا لو قلت كده يبقى فعلا معنى كده فعلا أن التخسيس حياة، أن أنا أنقذ المريض بتاعي من إجراء عملية. طب أنت ليه، أنت بتعيب ليه في العمليات؟ أنا لا أعيب في العمليات الجراحية، ولكن لها الانديكيشنز بتاعتها، الوقت بتاعها والأمراض بتاعتها، ووقت التدخل الجراحي مهم جدا وتوقيته مهم جدا. مش أي حاجة هفتح وأدخل أو أدخل وأفتح، ما ينفعش، لأنها معاناة وثقيلة الحمل على الجسم البشري، أعراض جانبية قد تحدث إلى آخره، والتكلفة المادية والتكلفة الصحية والآلام إلى آخره من مشكلات الجراحة اللي احنا ممكن نقابلها. إذا كان يا دكتور أسامة زي ما أنت بتقول أن التخسيس أو تنزيل الوزن من الممكن أن يمنع المريض من دخول عمليات، يبقى أنت فعلا عندك حق، يبقى التخسيس حياة. تما تيجي نشوف حالة من الحالات ديت، تعال نشوف حالة كده من الحالات ديت، من حالات العظام اللي أنا بتحدث عنها، ونشوف فعلا هل كان من المفترض أن هي تدخل عمليات ولا لا، وقدرنا ننجح أن احنا ننقذها من براثن العمليات الجراحية والدخول في مشاكل العمليات الجراحية وتكلفة العمليات الجراحية ومعاناة العمليات الجراحية إلى آخره مما قد يلي العملية الجراحية. لو فعلا قدرنا أن احنا ننقذ هذا المريض من الدخول في العمليات، يبقى احنا فعلا أثبتنا أن التخسيس حياة. خلينا نشوف المداخلة دي من حلقة سابقة ونرجع نحللها مع بعض من الناحية الطبية.
الحاجة سمية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي. أهلا يا دكتور. اتفضلي يا حاجة، سامع حضرتك، اتفضلي. ماشي يا دكتور، ماشي. الحمد لله يا دكتور، ربنا كرمني، ربنا كرمني يعني على علاجك وعلى الحجامة بتاعت حضرتك. الدكتور كان قايل لي فيه عملية وكده الغضروف. كانت المشكلة ايه يا حاجة سمية؟ غضروف؟ كان الغضروف. اي يا دكتور، اه فالدكتور كان بيقول لي يعني ارجع له تاني بعد شهر عشان اعمل عملية وكده، لان يعني لما عملتهاش هتأثر على مشي وكده، مش هقدر امشي بعد كده. تمام. فربنا كرمني وجيت لحضرتك، فعملت لي حجامة وعلاج، والحمد لله يا دكتور، على أشكر ربنا إن هو كرمني وجيت لحضرتك، وأشكر حضرتك يا دكتور على العلاج الله الله بتاعك وعلى يبارك لك يا حاجه اسماعيل، يعني الحمد لله رب العالمين، اتحسننا واستغنينا عن العمليه. الحمد لله يا دكتور، الحمد لله والله، الحمد لله الحمد رب لله. العالمين. طب الاعراض اللي كانت موجوده قبل الحجامه ايه يا حاجه اسماعيل؟ يعني كان عندي ألم شديد في ركبي ورجلي اليمين، ما بقدرش أقف عليه، ودايما كنت ما اقدرش اقف شويه، لازم الحق نفسي واقعد، تمام. يعني اكون هقع، يعني ببقى خايفه لو كنت اقع على الارض وكده، فربنا يعني كنت بخاف اقوم قاعد على طول. الحمد لله رب العالمين، كل الأمور دي اتحسنت تماما الحمد لله. فالحمد لله يا دكتور، والله ربنا كرمنا على علاجك والحجامه، الحمد الحمد لله، لله رب العالمين. وربنا يجعلك كده سبب لشفاء الجميع ان شاء الله الله. يحفظك يا حاجة سمية. عملنا حاجة غير الحجامة يا حاجة؟ نعم. عملنا شيء آخر غير الحجامة؟ لا يا دكتور، الحجامة والرجيم للتخسيس، تمام يعني لما خسيت الحمد لله حسيت بالراحة جامدة، يعني الحمد لله، تمام والحمد لله، يعني لسه بكمل العلاج الحمد لله هوت، والتخسيس برضه، اه فالحمد لله والله بشكر ربنا، ربنا يتم نعمته عليك يا رب، وبحمد ربنا كتير ان ربنا كرمني وجيت لحضرتك يا دكتور. ربنا يجعلنا سبب، ربنا يجعلنا سبب، اسال الله العظيم ان ربنا، يتم شفاك على خير يا حاجه سميه يا رب ان شاء الله. اللهم امين يا دكتور، وربنا يجعلك سبب كده لشفاء الناس اللهم جميعا، امين يا رب، اللهم امين. وربنا يكرمك من عنده، وربنا يجازيك خير يا دكتور، والله الله ربنا يبارك لك، يجازيك الله خير. يبارك لك حاجه سميه، اشكرك شكرا جزيلا على اتصالك الجميل، شكر الله لك، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه وبرنامجكم الطبي الاسبوعي ناقص واحد. مداخله الحاجه سميه، عندها غضروف ومحدد لها عمليه جراحيه بعد شهر، والطبيب قال لها لو ما عملتهاش هتاثر على المشي ومش هتقدري تمشي بعد كده. تمام، لو ما عملناش العمليه هتاثر على المشي ومش هتقدري تمشي بعد كده، وده طبعا يعني دي ده منظور طبي على فكره، يعني الدكتور ما بيفتريش عليها ولا مأفور الدنيا شويه، لا خالص، ده منظور طبي حقيقه. ما احنا لو فعلا لو ما عالجناش الضغط الغضروفي اللي موجود ده اللي هيحدث، الضغط على العصب هيؤدي في النهايه الى عدم القدره على الحركه وعدم القدره على المشي، ده حقيقي طبيا، وزي ما بقول لحضرتك الدكتور ما بيأفورش ولا حاجه، وهو الحل عنده جراحي، يعني ده راجل جراحة عظام، هو ده الحل اللي يعرفه او الحل اللي اتعلمه في الحالة ديت. طيب ابتدينا احنا نبص ليها من منظور الطب البديل، وكما ذكرت من قبل لحضراتكم لما انظر الى الحالة من منظور الطب البديل، هو ليس بديلا عن الطب ولكنه بديلا في آلياته، يعني جراحة العظام الحل اللي عنده ان البديل بتاعه او الحل بتاعه الآلية بتاعته جراحة، اما في الطب البديل فالاليات بتختلف. قدرنا نعمل حجامه، وقدرنا نعمل تخسيس، وقدرنا بعض العلاجات العشبيه البسيطه، قدرنا نوصل للنتيجه اللي احنا سمعناها مع بعض. يبقى احنا بننظر الى الحاله من منظور الطب البديل والياته المختلفه، اقدر ان انا اطبقها على المرض ده، اقدر ان انا ان شاء الله اجيب النتيجه المرجوه، وبالتالي يعني الحاجه سميه اثبتت لنا الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم. هي كانت بتقول ان في الم شديد في الركبه وما كانتش بتقدر تقف، لو وقفت شويه تحس ان هي هتقع فتضطر ان هي تقعد، الرجل اليمين ما بقدرش اقف عليها خالص، ده كان نتيجه ضغط في الفقرات القطنيه الرابعه والخامسه، وابتدينا ان احنا الحمد لله رب العالمين نتدخل باليات الطب البديل زي ما بقول لحضراتكم، عملنا حجامه، وانا يعني قصدت ان انا اسالها هل عملنا شيء اخر غير الحجامه؟ قالت اه التخسيس، وهي دي النقطه المهمه قوي،
التخسيس. ان انا يا جماعه كان ممكن اعمل حجامه وهتحس براحه، ولكنها لن تعطيني النتيجه النهائيه اللي انا عايزها، لن تعطيني الشفاء التام 100% اللي انا عايزه واللي المريض عايزه، وبالتالي كان لازم التخسيس مع الحجامه. والحمد لله رب العالمين قدرت ان هي تتحرك كويس، تقدر تقف، تقدر تمشي، انتهت المشكله تماما، وقدرنا فعلا بمعنى الكلمه ننقذ الحاجه سميه من العمليات الجراحيه. ده ما يثبتش لحضراتكم ان التخسيس حياه، ان احنا قدرنا الحمد لله رب العالمين باليات بسيطه فعلا نستغنى عن العمليه الجراحيه من المها، من تكلفتها، من معاناتها الى اخره الى اخره، وقدرنا الحمد لله رب العالمين ان احنا نصل بالحاله الى بر الامان وانتهت المشكله تماما. يثبت لحضراتكم ان كثير من امراض العظام من الممكن ان يكون الحل النهائي يتمثل في التخسيس مع آلية أخرى من آليات الطب البديل، ولكن موضوع حلقتنا التخسيس، وبالتالي لازم إن أنا فعلا أخسس حالات العظام اللي بتجيلي. طيب يا دكتور لو حالة عظام جاية رفيعة يعني ما فيهاش حاجة و50 كيلو هتخسس فيها إيه؟ لا، ما أنا بتكلم على الوزن الزائد، بتكلم على اللي عنده وزن زائد ومصاحب معاه أمراض من أمراض العظام. أما حالة زي اللي إحنا بنقول عليها حاجة و50، لا يبقى هنضطر إن إحنا أو مش هنضطر، الصح اللي إحنا نعمله الحجامة وعلاجات عشبية بسيطة، والحمد لله رب العالمين بنصل أيضا بالمريض بتاعنا إلى بر الأمان. ولكن إن كان وزن زائد، وإحنا قلناها من قبل ما نشوف المداخلة، أي طبيب عظام هيقول لحضرتك ننزل الوزن الزائد الأول، وبالتالي مهم قوي موضوع التخسيس، وبيعطيني فعلا معنى ان التخسيس حياه في حالات العظام. تخيل يعني الحاجه سمية مش قادره تمشي، مش قادره تقف، طب يعني هتعيش ازاي؟ فين طعم الحياه؟ فين النشاطات اليوميه بتاعتها؟ فين الممارسات اليوميه بتاعتها الى اخره؟ فقدت هذا المنوال، وبالتالي فعلا بنفقد طعم الحياه. في الحاله دي لما انا اشيل العبء ده وارجعها تاني للحياه، لطعم الحياه، اليس هذا يعني ان التخسيس حياه؟ أعتقد ليس هناك خلاف في هذه الكلمة أبدا. كثير أيضا من أمراض الركبتين وخشونة الركبتين بالذات، وسبحان الله يعني خشونة الركبتين أو الركبتين المفصل بالذات، مفصل الركبتين من أكثر وأسرع المفاصل اللي بتتأثر بزيادة الوزن. ممكن حضرتك لو زدت 2-3 كيلو تحس ان ابتدت ركبك تزيق شوية، ابتدت ركبك توجعك شوية، ابتدت الحركة في كلوع السلم لا مش قادر قوي، مش زي الاول، اعرف ان انت زدت شوية. ما تقوليش لا ده انا عجزت، لا ما عجزتش، لا زدت شوية، زدت في الوزن شوية. ليه بقول الكلمة دي؟ اي زيادة في الوزن بتعطي على الركبتين 4 كيلو، دي من الهندسة الفراغية في حسابات معينة كده اتعملت، أي زيادة في الوزن على الجسم هيدينا 4 كيلو زيادة على الركبتين. بمعنى أنا وزني 75 كيلو، تمام؟ الركبتين دول شايلين 75 كيلو زي الفل، تمام، مفيش أي مشاكل، بتطلع وبتنزل وبتروح وبتجري والكلام ده كله. زدنا 5 كيلو، يعني بقيت 80، مش كتير، لا مش كتير. ولكن ال 5 كيلو دول على الركبتين ادوني 20 كيلو، فتبتدي المفصل ده يتأثر واحدة. يعني سناية كده. ابتديت ازيد 5 كيلو بقيت 85، برضه مش كتير، نعم مش كتير، ولكن ال 5 كيلو التانيين بقى انت كده زدت 10 كيلو، حطيت 40 كيلو على الركبتين حمل زائد، وبالتالي تبتدي بقى الركبتين تشتكي بقى، تبتدي بدل السنه الاولانيه لا ابتدى السنتين ثلاثه، بدل التزييق لا ابتدى في الم، لا بدل مش قادر ان انا اكمل للاخر، وتبتدي بقى درجات الخشونه ومشاكل الركبتين الكتيره جدا اللي احنا تحدثنا فيها في حلقتين رائعتين بمعنى الكلمه من الناحيه الطبيه. انا ما بتكلمش من الناحيه الاعلاميه، يعني من الناحيه الاعلاميه انا اسف في الكلمه، ممكن حد ما يقبلش الشخص ده وما بيحبش يشوفه ولا بيسمعه، يعني ده شيء يرجع لك، ولكن انا بتكلم من الناحيه الطبيه. حلقتين رائعتين بمعنى الكلمه عن خشونه الركبتين عملناهم عن خشونه الركبتين من ناحيه طبيه، حلوين جدا وبيفسروا وبيوضحوا وبيقول لحضرتك يعني ايه خشونه الركبتين والدرجات بتاعتها وكيف تحدث خشونه الركبتين، وشفنا صور مع بعض ازاي الخشونه بتحصل وازاي الغضروف ده يبتدي ان هو يتشقق ويتفرفد، شفنا الكلام ده كله في الحلقتين الخاصتين بخشونه الركبتين. تبتدي الوزن الزائد اللي ابتدى يزيد ببساطه ديت، يعني 10 كيلو مش كتير، كتير جدا، يقول لك انا كنت 75 بقيت 85، مش كتير او مش باين عليا قوي، وبلبس لبس عادي وبتحرك، بس الركبتين اتاثروا، الركبتين اتاثروا، ابتديت تعاني من الحركه بتاعتك، ابتديت تعاني من طلوع السلم بتاعك، ابتديت تعاني من النشاطات اليوميه، ابتدت تقل، ابتديت تحس فعلا ان في صعوبه في المشي، ابتدت صعوبه في طلوع السلم، وللاسف ال 10 كيلو اللي زادوا دول هيجيبوا 10 تانيين، وهتبتدي تدخل في دوامه سخيفه جدا جدا اسمها خشونه الركبتين.
وخشونة الركبتين هتتدرج من في درجاتها هتتدرج وفي ألمها هتتدرج لغاية ما نوصل لأقصى درجة، وللأسف أتمنى أن احنا ما نوصل لهاش، وهو اللي بنسمع عنها كتير جدا، تغيير المفصل. هل من الممكن أن التخسيس يمنعني من أن أنا أوصل للدرجات دي وأن أنا أوصل للحالة ديت؟ هل من الممكن أن التخسيس أو إزالة الوزن الزائد يخدم الركبتين وألام الركبتين ومشاكل الركبتين في الحالة دي؟ خلونا برضو نسمع مداخلة من حلقة سابقة وكان بتعاني من الركبتين بصورة صعبة جدا جدا، ونشوف كده يعني فعلا ابتدينا نجيب معاها نتيجة ولا لا. خلينا نشوف الحلقة المداخلة دي من حلقة سابقة ونرجع مع بعض تاني نناقشها من الناحية الطبية. أم شيماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك يا فندم. ازي حضرتك؟ بخير والله الحمد لله، اتفضلي. الحمد لله، أنا بتصل بس عشان أشكر حضرتك على أنا جيت لحضرتك العيادة عشان أخس، وبعد كده خسيت وبعد كده عملت إحجامة، كانت آخر واحدة امبارح الحمد لله بقيت كويسه، يعني انا بس عشان اشكرك والله. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب يا ستي قبل بس ما تشكريني تعالي كده، يعني قولي لنا كان الوزن كام واصبح كام وعملنا حجامه ليه؟ كان وزني الاول كان 81. كويس. ايوه دلوقتي بقيت 70. ما شاء الله، يعني 11 كيلو. الحمد كويس. لله. الحجامه بقى عملتها على ركبتي، كانت ركبتي الشمال اصلا انا تعبانه وعامله فيها عمليه، فبحمل على رجلي اليمين. فيها خشونه بقى، بلا كتير عندي خشونه عشان بحمل عليها. تمام. فلما جيت لحضرتك بقى عملت حجامه، قلت لي 3 مرات، فعملت ده من اول مره والله الحمد لله، كانت بيت كويسه والله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. رب يعني من اول من اول جلسه حجامه يا ام شيماء حسينا بتحسن بفضل الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله والله بجد، من اول جلسه حسيت بالفرق والله، بدعي لك على طول والله. ربنا يحفظك ويعزك يا رب. طيب بعد ما خلصنا بقى الحجامه بتاعتنا حسينا بفرق اكتر، يعني اتحسنا تماما ولا لسه في نسبه؟ اتحسنا. لا اتحسنا الحمد لله، انا كنت على طول لابسه الركبه وكان الم شديد بقوم بالليل من الصرخ بتاعت ركبتي. الحمد لله رب الحمد العالمين. لله بقت كويسه تمام الحمد لله، يعني ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يحفظك ويعزك. ايوه والبرشام برضو اللي عند حضرتك بتاع الفيتامينات ده برضو خدت منه لبنتي عشان كان برضو عندها انيميا والضغط بالضغط عندها. فالحمد لله، وانا برضو خدت منه كان عندي انيميا برضو، ظبطت الدنيا معانا والحمد لله يعني كويس الحمد لله. وخدت برضو من عند حضرتك الدريب بتاع الشعر، كان بنتي من قدام شعرها خفيف. والحمد لله شعرها نبت وطول وطول بقى الحمد لله كويس يعني. ما شاء الله، يعني جبنا نتيجه الحمد لله في تساقط الشعر وفعلا تقل معانا وطول. ايوه الحمد لله، واستجع من قدام وطول. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب ستي والله الحمد لله. طب ارجع تاني بالنسبه لل 11 كيلو اللي احنا نزلناهم يا ام شيماء، حسيتي بتعب او باعراض جانبيه او؟ لا ده انا والله الحمد لله ولا اي حاجه وكويسه والحمد لله. وما شدتش عليكي في الرجيم؟ انا كنا بناكل عادي ولا ايه الاخبار؟ كنت باكل عادي وباخد الاعشاب، كنت باخد سمارتي. تمام الحمد لله، وبقيت كويسه والله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الحمد لله. وبنت اختي برضو جبتها لحضرتك عشان كان شعرها خشن وما بيطولش، وخدت من عند حضرتك مجموعه حنين والبروتين، والحمد لله يعني من اول شهر جاب نتيجه الحمد لله. طيب الحمد لله رب العالمين، يعني بعدنا عن الفرد الكيميائي للشعر. ايوه طيب الحمد لله، نتيجه معاه من اول شهر الحمد لله بقت يعني احسن عن الاول يعني. الحمد لله رب العالمين. انا متشكر لحضرتك جدا، جزاك الله خيرا على المداخله الكريمه واشكرك جدا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه وبرنامجكم الطبي الاسبوعي ناقص واحد وام شيماء، ونزلناها 11 كيلو فقط. انا ليه بقول فقط؟ لان الحالات السابقه احنا شفنا 50 كيلو و35 و27 لا انا نزلت 11 كيلو، ده اللي محتاج ان احنا ننزله. كانت بتعاني من ايه ام شيماء؟ كان بتعاني من خشونة ركبتين بقالها سنين، هي عاملة عملية في الركبة اليمين فبتحمل على الركبة الشمال، فحدث خشونة الركبتين وابتدت ان يبقى فيه آلام مبرحة في الركبتين. انا عايز حضرتك يعني تتمعن في الكلمة اللي بتقول من اول جلسة حجامة انا ارتحت. كتير جدا من اللي بيشاهدوني واللي بيترددوا على العيادة عندي هيقول لك ده من اول مرة، ده انا تعبت اكتر يا دكتور اسامة. طب انا اعمل فيك ايه بقى؟ لا ما تعملوش حاجة، ادعوا لي دعوة بظهر الغيب ولكم مثلها إن شاء الله. من الممكن إن في حالات حقيقة يزداد الألم بعد أول جلسة حجامة.
وده طبيا بيحدث. وانا ذكرت النقطه دي قبل كده، وكان احد الزملاء يقول لي كانش المفروض تقول كده، ما انت كده الناس مش هتيجي. انا مش عايز الناس تيجي، انا عايز الناس تخف، عايز الناس تفهم طب. دي النقطة المهمة قوي. ممكن جدا ان انت بعد اول جلسة حجامة حقيقة يزداد الالم. ليه؟ لان انا ببتدي ان انا اشيل الالتهابات وكم الالتهابات ومواد الالتهابات اللي تراكمت عند المفصل او عند العصب اللي ابتدى يفقد احساسه. طيب انا هشيل ده كله وهنشط الدورة الدموية في المكان ده وهزود احساس العصب تاني. لما هزود احساس العصب تاني انت الالم قل، بس زيادة احساس وتفاعل العصب هو اللي زاد، وبالتالي تبتدي حضرتك ان فعلا العصب يبتدي يحس بالالم اكتر. زي ما اقول مثلا انا لو وطيت صوتي دلوقتي هتضطر انت تعلي التلفزيون عشان تسمعني، وانا لو عليت صوتي هتوطي التلفزيون عشان تريح ودانك من صوتي. نفس الحكايه، انا قللت الالتهابات اللي موجوده، نشطت الدوره الدمويه للعصب، زودت الاحساس العصب، وبالتالي ابتدى العصب يحس اكتر بالالم اللي قل فعلا، ولكن هو الاحساس هو اللي زاد. وبالتالي حالات كتيرة جدا من الحجامة من الممكن فعلا ان هي بعد الجلسة الاولى تحس ان هي تعبت اكتر. ما توقفش، كمل كمل، وان شاء الله هتجد نتيجة بمشيئة الرحمن عز وجل. ده طب زي ما قلت لحضرتك، وانا بشرح لحضرتك النقطة اللي كتير جدا ممكن يتساءل وضع علامة استفهام كبيرة، ازاي انا بتعب بعد جلسة الحجامة؟ وانت قلت او المشاهدين او المتصلين او الحالات، في حالات تانية بتقولك من اول مرة ارتحت. هو ده الفرق اللي بيحدث. ارتحت من اول جلسة الحمد لله رب العالمين. النقطة اللي أنا عايزك يعني تتمعن فيها بقى عشان تعرف فعلا أن التخسيس حياة، بتقول لك كان هناك ألم شديد في الركبة، كنت بحس، بتقول لك كنت لابس الركبة على طول وبحس بألم شديد في الركبة، بقوم بالليل من صرخ ركبتي. شوف يعني تمعن المعنى ده، يعيش الإحساس ده كده. أسأل الله العفو والعافية للجميع. حاجة مؤلمة جدا، حاجة مؤلمة ان انت طول اليوم ألم في الركبة وتقوم بالليل من صرخ ركبتك. ما اعتقدش ان ده طعم حياة. أسأل سبحانه وتعالى ان يمتعكم بالصحة والعافية دائما وابدا. مشكلة كبيرة فعلا بمعنى الكلمة. وبالتالي قدرنا الحمد لله رب العالمين ان احنا ننهي هذه المشكلة، وخسسناها 11 كيلو. 11 كيلو ضربهم في 4، شلنا 44 كيلو من على الركبتين، وبالتالي ابتدت تحس بالنتيجة. حالات كتيرة جدا تجيلي بس ده اوفر قوي في الوزن، ما بعملهاش حجامة مباشرة، نقول لا احنا نخس شوية وبعد كده نعمل حجامة علشان حضرتك تحس بالنتيجة صح، عشان حضرتك تحصد النتيجة بتاعت دي ودي. بس ببدأ الأول بالتخسيس مثلا أسبوعين أو شهر، وبعد كده بنبدأ بالمرحلة الثانية من العلاج بالحجامة مع التخسيس المستمر، نقدر إن احنا نحس بالنتيجة فعلا في الحالة دي، وبتبقى نتيجة رائعة جدا جدا، بتعيد فعلا طعم الحياة للمريض أو المريضة اللي بتعاني أمر المعاناة زي ما سمعنا مع أم شيماء. 11 كيلو مش كتير، بس زي ما بقول اعادوا طعم الحياة اليها مرة ثانية. خلصنا تماما من خشونة الركبتين، نزلت من 81 كيلو الى 70. هيختلف الوضع تماما، وهتختلف الصحة تماما، وهيختلف طعم الحياة تماما الحمد لله رب العالمين. كان عندها انيميا، وبنتها عندها انيميا، الحمد لله قدرنا برضو ان احنا نعالج النقطة ديت، ودي نقطة مهمة قوي. وزي ما قلت في الحلقة السابقة، انت مش جاي لي عشان الركبتين فبطنش وبعمل نفسي من بنها زي ما بيقولوا ان انا ماليش دعوة بالامراض التانية. لا، لازم ان انا طبيب وتقوى الله سبحانه وتعالى موجودة في الشغل بتاعنا، يبقى لازم أنا أعالج كل الأمراض ديت. أنيميا عالجناها وبحاجات طبيعية تماما الحمد لله رب العالمين. أيضا يعني الشعر بقى، والنقطة دي عايز أقف عندها شوية، الفرد الكيميائي للشعر من أخطر الأشياء اللي حضراتكم ممكن تتعرضوا ليه، واللي كتير بينساق وراءه ويقول لك أصلها مرة، أصل أنا عندي مناسبة. المرة دي هتفقدك شعرك تماما، هتفقدك شعرك تماما بمعنى الكلمة. أنا شفت حالات فعلا تأذت بمعنى الكلمة لدرجة صعبة جدا من الفرد الكيميائي، وهو يقول لك حنة طبيعية، يقول لك مواد طبيعية، لا طبيعية ولا حنة ولا أي حاجة خالص. دي مشكلة كبيرة لبصيلة الشعرة وبتدمر بصيلات الشعرة. قدرنا الحمد لله رب العالمين إن احنا نوقف التساقط، نعيد الإنبات، قدرنا إن احنا نعمل تنعيم للشعر، قدرنا إن احنا نعمل تطويل للشعر. سهل الحاجات دي؟ الحمد لله رب العالمين، في آليات الطب البديل سهلة جدا جدا وتجيب نتائج رائعة جدا الحمد لله. بتبقى عايزه شويه صبر طبعا، لان يعني بصيله الشعره مش سهل التعامل معاها ومش بين يوم وليله، ولكن النتيجه النهائيه وقفنا التساقط، عملنا اعاده انبات زي ما سمعنا ام شيماء بتتكلم، عملنا ايضا تنعيم للشعر لبنت اختها، وعملنا ايضا تطويل للشعر من بالمواد الطبيعيه تماما بعيدا عن الفرد الكيميائي اللي دايما بحذر حضراتكم منه، خدوا بالكم منه جدا. اذا التخسيس حياه في خشونه الركبتين، والتعامل مع الركبتين زي ما شفنا في مع ام شيماء
بيكون فعلا النتيجة رائعة جدا، وتكون النتيجة فعلا منقذة للمريض ومنقذة للإنسان بمعنى الكلمة. الخشونة زي ما قلنا بتتدرج من 1 إلى 4 مراحل، والخشونة أيضا ألمها بتبدأ الأول بألم بسيطة، ممكن إن هي تبقى ألم مبرحة زي ما سمعنا من أم شيماء بتقوم من صرخة ركبتها، الكلمة دي بتوجع قوي، يعني بقوم بالليل من صرخة ركبتي، الألم شديد للدرجة دي. الألم شديد للدرجة دي، للأسف ممكن احنا نوصل في الآخر إلى تغيير مفصل، وهي عملية كبيرة منتشرة قوي قوي الأيام دي، وكتير قوي من حضراتكم بيسمع عنها، وكتير من حضراتكم اللي بيشتكي من ألم الركبتين لو راح لدكتور عظام هيقول له هنضطر إن احنا نغير مفصل لأن انت وصلت للدرجة الأخيرة، واللي أنا أتمنى إن احنا ما نوصلهاش أبدا يا رب. وبالتالي يعني برضو نقطة عايز أقولها مهمة جدا، لو اضطرينا لا قدر الله إلى تغيير مفصل والوزن زائد، عالميا لازم ان انا انزل الوزن الاول، ما اعملش تغيير مفصل على الوزن الزائد ده، هتبوظ العمليه وهيبقى في معاناه فعلا بالنسبه للمريض. يعني انا دفعت 60-80 ألف تقريبا، 80 ألف جنيه تقريبا مع المعاناه، وعمليه كبيره مش صغيره، ولم احصد نجاح منها بسبب الوزن الزائد. وبالتالي حتى لو انا وصلت لدرجه تغيير المفصل يبقى لازم ان انا انزل الوزن الاول. وحالات كتيره جدا جدا الحمد لله رب العالمين كان محدد لها تغيير مفصل، وقدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع تنزيل الوزن وتغيير نمط الحياة قدرنا الحمد لله ان احنا نتخلص ونستغنى عن الدخول الى عملية تغيير المفصل، عملية كبيرة مش سهلة ومكلفة مش رخيصة ومعاناتها كتيرة جدا، ولكن التخسيس حياة في هذه الحالة، لان فعلا بينقذك من يعني مش عايز اقول مجاهل، ولكن بينقذك من مضاعفات كتيرة جدا جدا ممكن تحدث مع تغيير المفصل، ده غير التكلفة المادية اللي من الممكن ندخل فيها مع عمليات تغيير المفصل. هل ألام العظام الأخرى سواء مثلا ألام الفقرات بعيدا عن الانزلاق الغضروفي، ألام الفقرات أو ضغط الفقرات، من الممكن أيضا أن التخسيس يلعب دور؟ زي ما قلت لحضراتكم بنظر إلى الحالة من منظور الطب البديل، وبقدر إن أنا إيفالويت الحالة، أقيم الحالة هستخدم معها إيه، بنرسم الخطة الطبية للمريض بتاعنا ونبتدي ننفذها. ودايما بقول للمريض بتاعي الخطة الطبية اللي أنا بحكي لك عليها دي عقد ما بيني وبينك، الشاهد عليه هو الله عز وجل، ودي نقطة مهمة جدا. لا يعني أنا دلوقتي أنا وإنت قاعدين، أنت المريض وأنا الطبيب والشافي هو الله سبحانه وتعالى، ببتدي أقول لك إحنا هنعمل 1 2 3 4 10، الشاهد على هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى. لو انت خلفت مش هننجح، لو انا خلفت مش هننجح، لو انا وانت التزمنا بهذا العقد ربك سبحانه وتعالى هيمن علينا بالشفاء ويجعلنا سبب بمشيئة الله تعالى. فنقطة مهمة قوي قوي، أتمنى أن كل اللي بيشاهدني يسمع كلام الطبيب، ينفذ الخطة الطبية للطبيب بتاعه. البرشام 3 مرات ما تاخدوش مرتين، الأعشاب 3 مرات ما تاخدهاش مرتين، الأعشاب معلقة كبيرة ما تاخدهاش معلقة صغيرة، بلاش السلوك بتاع قدماء المصريين، للأسف هو متوطن جدا فينا الحتة ديت، وللأسف أنا يعني بأسف ليها ولكن موجود فعلا. فلا أتمنى أن احنا نلتزم بالخطة الطبية العلاجية اللي بتوضع علشان نجد في النهاية نتيجة مرضية لينا ولحضرتك كمريض. ألام العظام كثيرة جدا جدا، وأنا عايز حضراتكم تشوفوا الحالة ديت وركزوا معاها شوية، يعني ركزوا في الكلام بتاعها شوية وشاهدوها بالعقل وليس بالعينين والأذنين، ونرجع تاني نفسرها مع بعض من الناحية الطبية. الحاجة أبو سعينة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ أهلا بيك يا أمي، اتفضلي. عامل ايه؟ بخير وفضل من الله عز وجل، ربنا يحفظك. انا الحاجه بصينه من بحيري. اهلا وسهلا يا حاجه. انا جيت لحضرتك والله وعايزه نشكر حضرتك، يعني ربنا يبارك، ربنا يحفظك يا رب، ربنا يحفظك الحاجه بصينه. والله الحمد لله كنت زي يعني خسيت وكنت ظهري وجعني بقت كويسه الحمد لله، كان عندي غضاريف والحمد لله والشكر لله. احنا كان عندنا غضروف في الفقرات القطنيه يا حاجه بصينه. اي أيوة والله. كان بيندلنا ايه بقى؟ ما كناش بنقدر نمشي ولا كان عامل معانا ايه؟ والله كنت تعبانه وكنت بنصلي على الكرسي اكتر من 10 سنين. اكتر من 10 سنين. الحمد لله والشكر لله، ودلوقتي بنصلي وخسيت. بس عايزه نسال حضرتك على حاجه بقى، مش عارفه ان اليومين دول بنزيد يعني تاني. اللي هي بنزيد تاني في الوزن. طيب خلينا بس انا هقول لحضرتك. حاضر، بس خلينا عشان الساده المشاهدين يستفيدوا من المداخله بتاعت حضرتك. احنا كان بقى لنا 10 سنين بنصلي على كرسي. والله الحمد لله دلوقتي الحمد لله والشكر. طيب ما تيجي كده نقول للساده المشاهدين احنا عملنا ايه؟
والله عملنا الحجامة ايوه وعملنا وخدت اعشاب، وكان عندي كمان دهون على الكبد، ايوه والحمد لله رحت عملت عليها اشعة اللي يعني في العيد كده يعني، اه وعملت عليها اشعة تلفزيونية عشان نسأل، عشان عايزة نشوف الدهون دي ايه اخبارها، لان خدت برضو اعشاب وكده تمام والحمد لله. والدكتور كنت رايحه له من سنه كده كان قايل لي انت عندك دهون على الكبد فظيعه، اه الحمد لله والشكر لله. قال لي انا مش اللي قدامي دي مش انت اللي انا شفتها الثالثه، ما صدقش والله نفسه يعني والله يعني هو ما كانش، هو انا قلت له ده انا خسيت، عاوز نعرف بس ايه اللي حصل. ما شاء الله عليك ما شاء الله والله عليك الحمد لله والشكر لله، والله يبارك لك والله. ربنا وكمان يحفظك في يا حاجة حاجه وسام تانية كمان، اه ان انا خدت لك المديره بتاعتي في المدرسه، اه افتكرت حضرتك يا حاجة وسام افتكرتني. لو كنت عارفني يوم رحت لك، افتكرت حضرتك والمديرة الحمد لله رب العالمين ما والمديره كانتش الحمد بتقدر لله تقف دلوقتي بتمشي والله كويس الحمد لله كويسه الحمد لله، وجيت لحضرتك مرتين اه وهتجي لك كمان ثالث مره يعني الاسبوع اللي جاي دي، ان شاء الله ان شاء الله وهنبعت لك كمان تاني ناس كمان. ربنا ربنا يحفظك يا حاجة ابو يا سينا رب، ربنا يحفظك ربنا والله يجعلنا الحمد سبب لله والشكر امين يا رب. لكن بس الحمد عاوز لله رب احكي لك بقى، العالمين احنا كده والله الحمد عملنا لله شهرين الحمد لله حجامة ناقص لنا عملت شهر ده. لا كمان عملت ثلاث مرات، لا عملت ثلاث مرات، اربع مرات حجامه انا ما عملت شاء كل الله حاجه. الكلام ده من انا ليا دلوقتي 8 شهور. ما شاء الله ما شاء الله انا من شهر واحد كنت عند حضرتك من شهر واحد، طيب تمام الحمد لله رب العالمين الحمد ودلوقتي لله يعني انا بطلت عملت ثلاثه، وعملت المره اللي هي التنشيطيه، التنشيطية تمام والحمد لله والشكر لله والله. ربنا يا رب ربنا يجعلنا يكرم سبب يا لكل رب، خير ليكم يا حاجة امين أبو يا رب. سينا ربنا بصي عشان يرحم، أبقى برضو هجاوب حضرتك الله على حتة يخليك. زيادة الوزن تاني ديت خاطر انا الان خلاص ومش عارفه كده، لا لا انا الكلام ما عادش هجاوب بناخد اعشاب يعني، بنعمل شاي اخضر ساعات وكده. حاضر يا حاجة أبو يعني سينا الله يكرمك يا هجاوب دكتور حضرتك أنا ويبارك متشكر فيك ليك يا رب. جدا جدا جزاك الله العفو والله، خيرا والله ربنا يبارك فيك ويكرمك يا رب. ربنا يحفظك يا فندم ربنا يحفظك تفضل يا ستي اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه وبرنامجكم الطبي الاسبوعي ناقص واحد ومداخله الحاجه بثينه من البحيره، يعني هي دمها خفيف جدا في مداخلتها، فيعني هي من البحيره. لاحظ بقى يعني انا ليه بقول الكلمه ديت، لان كتير جدا يقول لك انا جاي لك من اخر الدنيا، انا جاي لك من امبابه، انا جاي لحضرتك من اخر الدنيا، انا جاي لك من شبرا، يعني لا في دنيا بعد كده كتير جدا. يعني الحاجه بثينه من البحيره مشوار جامد، ولكن زي ما سمعتوا ان هي عملت الحمد لله رب العالمين الخطه الطبيه الكامله بتاعتها، قدرنا الحمد لله ان احنا نوصل لبر الامان، ولكن المداخله بتاعتها في ثناياها حاجات كتيره جدا جدا لازم ان احنا نفسرها لحضراتكم. هي كانت بتشتكي من غضاريف الغضروف القطني وما كانتش بتقدر ان هي تقف او تمشي، لدرجه ان هي كانت بتصلي على الكرسي بقالها 10 سنين، بصلي على الكرسي اكتر من 10 سنين، والحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نعمل حجامه ونخسس، قدرنا ان احنا نرجع للحياه مره تانية. دلوقتي بتقول ان هي تقدر تصلي وبتمشي وبتعمل حاجتها كلها. بالله عليكم اليس هذا هو طعم الحياه؟ ان انا كده اقف اصلي بين ايدين الله سبحانه وتعالى واسجد لله سبحانه وتعالى واركع واقدر ان انا اتحرك واقدر اعمل حياتي كل، مش هو ده ما هي الحياه الا هذا الطعم الجميل؟ ان احنا بقى نعيد هذا الطعم الجميل الى الانسان مره ثانيه، هو ده اللي انا بقول لحضرتك عليه التخسيس حياه. قدرت تتحرك تاني، قدرت الحمد لله رب العالمين ان هي تمشي، وقدرت ان هي تعمل شغلها كله والحركه بتاعتها كلها بقت كويسه جدا، وقدرنا ان احنا نخلص من الام العظام والام الغضاريف وبالتخلص من الوزن الزائد وبالحجامه. نقطة تانية أثرتها الحاجة بثينة ونقطة مهمة جدا، وهي دهون الكبد، وده موال تاني لوحده بمعنى الكلمة، موال تاني لوحده بمعنى الكلمة. دهون الكبد ومشاكلها الكتيرة جدا جدا اللي احنا حكيناها وياما اتكلمنا عنها وليها حلقات كثيرة لحضراتكم موجودة، وتأثيرها المباشر على الكبد وعلى الجسم ككل، وعلى الجسم ككل من أوله إلى آخره. دهون الكبد دي وأنا ذكرت كثيرا أن لو قعدت سنتين أعالجها بالعلاج الطبي المعتاد بتاعنا الويسترن ميديسين، الأقراص والكبسولات إلى آخره، مش هنجيب نتيجة. ولكن سبحان الله مع الطب البديل والأعشاب الطبية أقدر خلال شهر أو شهرين سبحانك يا رب تختفي تماما دهون الكبد ويعود الكبد إلى رشاقته وإلى عمله وظيفته وظائفه الكاملة على مدار اليوم، ويبتدي الجسم كله يستفيد من اللي احنا عملناه والتخلص من دهون الكبد. في نقطة حلوة قوي هي قالت، كانت راحت لدكتور من سنة
فهي قالت اروح اشوف دهون الكبد دي فعلا راحت زي ما دكتور اسامه بيقولوا. لا انا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بالكشف الطبي بتاعي اقدر اقول ان في دهون كبد او ما فيش، اقدر اقول ان هي راحت او ما راحتش من غير سونار. هي لا يعني دخلها الشك شويه، فقالت انا عايزه اتاكد اشوف دهون الكبد راحت ولا لا، فراحت لدكتور كانت راحت له من سنه. فالدكتور كان قال لها بقى ايه من سنه؟ قال لها انت عندك دهون كبد فظيعه. بص الكلمه عامله ازاي، انت عندك دهون كبد فظيعه. فراحت تشوف ايه الاخبار، قالت له انا خسيت وعايزه اعرف ايه الاخبار. فبيقول لها اللي قدامي دي مش انت، اللي قدامي دي مش اللي انا شفتها من سنه، انت واحده تانية خالص، مفيش دهون كبد خالص الحمد لله رب العالمين. وتغير الوضع حتى الطبيب نفسه اندهش، يعني ازاي في خلال سنه وصلت لهذا المستوى الحمد لله رب العالمين من التخلص من دهون الكبد. فدي نقطة مهمة جدا جدا لازم ان احنا نقف احتراما عندها صراحة من الناحية الطبية، ونعرف ان دهون الكبد وتأثيرها الضار جدا جدا على الجسم كله من السهل قوي ان انا اتخلص منها عن طريق الطب البديل وفي فترة زمنية وجيزة شهر او اتنين بالكتير، وتجد ان العملية الهضمية بكاملها ابتدت الحمد لله رب العالمين تتحسن وتبقى كويسة جدا، ويبقى مفيش اي مشكلة معانا من ناحية بقى القولون العصبي والتجشؤ والغازات والامساك والاسهال والاحساس بالامتلاء والالام البطن والى اخره. كل شكوى الجهاز الهضمي سبحان الله تختفي تماما بمجرد ان يعود الكبد الى طبيعته ويتخلص من الدهون الزائده. وده زي ما بقول لحضراتكم سهل جدا جدا الحمد لله في اليات الطب البديل. الحاجه بوسينه هي مدرسه فجابت المديره بتاعتها. طب خلونا نوزنها بالعقل كده، لو هي ما خفتش، لو هي شايفه ان الراجل ده مش كفء، لو هي شايفه ان الراجل ده مش شاطر، لو هي شايفه ان الراجل ده نصاب، قول كما يحلو لك، مش هتجيب المديره بتاعتها. ده تاني يوم هتتحول تحقيق على طول، ويعني الحكايه مش ناقصه يعني. لا هي جابت الحمد لله رب العالمين المديره بتاعتها، وما كانتش بتقدر ان هي تقف كتير وما تمشيش كتير، الحمد لله رب العالمين بقت كويسه جدا جدا، وربنا بيض وجوهنا معاهم الحمد لله، وانتهت مشكله المديره بتاعتها. عشان كده بقول لحضرتك وزنها بالعقل كده شويه، لو في مشكله مع الحاجه بوسينه من اي ناحيه من النواحي مع التعامل مع الطب البديل ما كانتش هتجيب المديره بتاعتها ان هي تمشي نفس المشوار، كانت هتخاف على نفسها وتخاف على وظيفتها. عض قلبي ولا تعض رغيفي زي ما بيقولوا، فطبعا لا هخاف على وظيفتي وهخاف على مرتبي وهخاف على الحوافز بتاعتي، لا انا مش هودي المديره للراجل دوت ده عمل وخلى. لكن الحمد لله رب العالمين النتيجه كانت مبشره بفضل الله سبحانه وتعالى، فقدرنا الحمد لله ان احنا ايضا زي ما بقول لحضراتكم ربنا سبحانه وتعالى يبيض وجوهنا مع المديره بتاعتها. التخسيس حياه، اعتقد لن نختلف في هذا اللفظ، ولكن ما زال معنا في هذا العنوان تواصل اخر عشان نشوف تأخر الإنجاب، لأن دي نقطة مهمة جدا جدا لازم هنتحدث عنها مع بعض، وهنكمل مع بعض دهون الكبد في الحلقة القادمة إن شاء الله وتأثيرها مع التخسيس، وإزاي فعلا إحنا بنعود إلى الحياة مرة تانية. لن تختلف معي أن التخسيس حياة. أنا سعدت جدا بلقائي مع حضراتكم، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، أسألكم الدعاء وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.